وهنا أريد أن أسألك سيد أمينور، يعني تحديدا عن زيارتك للدول العربية وتحديدا مصر، يعني كيف كانت هذه الزيارة؟ هل أحببت مصر؟ هل تأثرت بالشعر المصري والأدب المصري؟ ونحن الآن يعني نشاهد لك صورة وهناك وبجانب الأهرامات المصرية، فأريد أن أعرف منك المزيد من التفاصيل عن هذه التجربة. في حقيقة الأمر جئت إلى مصر وزرتها عدة مرات، بداية في 2008، وكان ذلك خلال أحد الاحتفاليات الشعرية. وبالطبع مصر من الدول الملهمة، ومن صغري كنت أود أن أزور مصر، ذلك بسبب الحضارة المصرية العظيمة، وقد تأثرت بها كثيرا وقرأت عنها كثيرا، وبعض الشخصيات العظيمة في مجال الشعر تأثرت بهم بشدة، وقد أحببت أن أزور مصر منذ نعومة أظفاري أيضا. وكثيرا من الشعر المصري الذي تأثرت بها المترجم إلى عددا من اللغات، وهناك الكثير من مصادر الإلهام في الطبيعة المصرية والثقافة المصرية والحضارة المصرية بالطبع وبدون أي شك، أمرا لا يضاهى حول العالم. ومعرض الكتاب أيضا، معرض القاهرة للكتاب، كان لك تواجد خاص ومميز. لقد كان ذلك أحد الأكثر المعارض الكتاب تميزا في العالم. لا يمكن أن أنسى هذه الزيارة في هذا العام. قمت بزيارة الكثير من أماكن بيع الكتب، وتأثرت أيضا بكتابة الشعر وكتب الشعر. لقد كان هذا المعرض عظيما وكبيرا، وكان أيضا مصدر تأثير للكثير من الكتاب والشعراء والعلماء، وأتحدث عن هذا المعرض في كل مكان أزوره. أذكر مدى أهمية معرض الكتاب في القاهرة. نعم، أعلم دائما أن العالم العربي يهتم دائما بمعارض الكتب وكتابة المؤلفات الكثيرة، فبالتالي لابد من وضع اهتمام كبير على هذه الأمور، لأنها مصدر إلهام لكثير من الكتاب والشعراء. وهناك الكثير من الشعراء في العالم العربي الذين يلقون بآثارهم في العالم أجمع. نحن في حاجة إلى مزيد من الأعمال المترجمة والمزيد من توزيع الكتب حول العالم. نعم، إذن نتحدث عن الترجمة، فكان لك أعمال مترجمة ب25 لغة مختلفة. هل تعتقد أن الترجمة للغات أخرى قد يؤثر على روح القصيدة الأصلية أم لا؟ دائما تقول العامة أن الترجمة تعتبر خيانة للنص، ولكن لا أعتقد أن ذلك. إذا ما كان المترجم جيدا بما يكفي، فبالتالي يمكن نقل الإحساس والمعنى بشكل دقيق. لقد كان لي بعض الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية، وأعتقد أنها من أفضل الأعمال المترجمة لأعمالي، وأعتز بها دائما، وكذلك أمارس الترجمة بكل شغف وحب كهواية، حيث أنفعل بنص ما جماليا وفكريا وأفكر في نقله إلى لغة أخرى. والترجمة هي أيضا رسالة، حيث أنها تصنع جسرا بين الثقافات المختلفة. صحيح، هذه نقطة هامة، لأنه من ضمن أعمالك المترجمة للعربية هو تحديدا ديوان يوميات خالدة، والذي تم إصداره أيضا في مصر. لماذا تم اختيار هذا الديوان تحديدا ليترجم إلى العربية، وكيف كانت أصداء هذا الديوان في مصر؟ في الحقيقة كانت هذه مبادرة من أحد الأصدقاء لدي، حيث كان هذا الصديق من مصر وتأثر بهذه القصيدة بشدة ورغب في ترجمتها إلى اللغة العربية، فبالتالي أخذ ذلك منه وقتا ومجهودا، وأنا أثمنه بشدة، ولا يمكن إنكار هذا المجهود العظيم. فبالتالي هذه القصيدة في الأصل باللغة الإنجليزية، وقمنا بترجمتها إلى عدة لغات. أعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية لنقل الثقافة والمعنى إلى كثير من اللغات، حتى يتأثر الشعراء ببعضهم البعض في كثير من البقاع والبلاد حول العالم، وهذا هو أفضل السبل لإيصال الرسائل عبر الترجمة. فبالتالي يمكن الانتقال
الترجمة من لغة إلى لغة بكل يسر. فإذا كانت الترجمة من البنغلاديش إلى الإنجليزية غير جيدة، فبالتالي الترجمة من الإنجليزية إلى العربية لن تكون جيدة، فبالتالي لابد من المراجعة الجيدة، وهذا يتطلب وقتا ومجهودا كبيرا حتى الوصول إلى المعنى المقصود الذي يقصده الشاعر. فبالتالي لا يمكن أن نفقد المعنى أو النص من خلال عمليات الترجمة المتعددة. وأفضل طريق للترجمة هو الترجمة المباشرة بين اللغة الأم إلى اللغة المستهدفة، ولكن في بعض الأحيان نترجم من لغة إلى لغة وأخرى. نعم، إذن الآن هل سيد أمينور، هل يعني لنا أن نسمع لك قصيدة من قصائدك في صباح جديد؟ وربما جزء من يوميات خالدة، لأن لها بالطبع يعني مردود قوي في العالم العربي. عم بالطبع أستطيع ذلك، سوف أقص لكم قصيدة. أسمع صليل القيود وأنا أعيش في بنغلاديش، وهي اللغة الأصلية بنغلاديش، وأعطي لكم هذه القصيدة التي ترجمت إلى عدة لغات، وهذه اللغة التي كتبت بها القصيدة اللغة البنغلاديشية. وبعد ذلك من اللغة البنغالية في 1952 كتبنا الكثير من القصائد باللغة البنغالية. أسمع صليل القيود وأفقد نفسي بالطراد مع الرنين المتواصل، لذوعة التباكو المكثفة تدوخني، ومرة أخرى تلمس النشوة روحي. أسمع صليل القيود وأشعر أنني مختف داخل روحي وقلبي، أتذلل مثل كثيرين، أتوق إلى الارتفاع فوق الظلام، لكن مرة أخرى أفقد نفسي في غياب عميق. أسمع صليل القيود أبحث عنهم وسط قعقعتهم. أسمع صليل القيود وأفقد نفسي بالطراد مع الرنين المتواصل، أدفع نفسي لمواجهتهم، يصيبونني بقوة خفية، أشعر بنفسي خلال العمود الفقري. أسمع صليل القيود أرى نفسي تنعكس على الوجوه المغطاة بأكفان مدماة في الحصى المغطى بالتراب، أرتعد من الخوف، أسقط أثناء التراجع.